طوندوز دابا كيطلع ليه شي حاجه اللي شافها حيت الشعب جا هو داخل الشد انفو كيطلع شي واحد كلشي كانوا الدعم معاه وكلشي كانوا يعاونوا راه بزاف اللي محتاجين الخوت راه هبط المدينه هبط عندنا لدالاس هبط لبن قاسم راه بزاف وانا واحد من داك الشعب اللي دابا مريضه حاليا عند الحجر في المراره خاصه باش تفتح وما عندهاش واستنى نوض ندير فيديو نوري امي نقول شعاونوا معايا اش ما يكونوا السبيطارات مو الدواء فابور الدواء كلشي فابور ولكن كنشوف بزاف ديال الحوايج اللي ضروني كيفاش غندير ولاد كيفاش غنتزوجوا انا ضربت مع دري 3 سنين نهار مشيت للدار ما بغاوهاش ليا دورت في راسي نيت غير كاري واش يعطيو لي دار نتكرفس عليها حتى نكبر ولادي يعيشوا داكشي اللي عشتو انا ما بغيتش نطيح في الغلط وحتى شي دري ما غنواعده بالزواج حيت ما عنديش شي مستقبل ما خدام ما قريت لكن فرق ما بين تفيق مع الخمسة الصباح جوج طوبيسات خاطرك تسد باش تصل لخدمتك ومن واحد يفيق لقى الكونتاك ديال الطوموبيل و 500 درهم وكاين فرق ما بين واحد فايق امو مخلي ليه فلوس وبين فيق حتى تلقى امك مكعيا ورقه ديال الضو حيت جاتها غاليه شوف شي حوايج كنشوفهم اللي انا ضروني في خاطري شو دابا هادوك اللي كيشرفوا البلاد بحال دابا دنيا باطمه عندها جوج وسامات علاش واخدام ولاد الشعب ملي خاصو ياخذوا وسام دوك اللي عايشين في الجبال عايشين في البرد كيضربوا 10 كيلومتر باش يوصل للمدرسة بلاد راه ما فيها والو ما لقاو ما يديروا قالوا يديروا الصفارة ديروا لنا فين نخدموا هاي المغرب والأرجنتين غيجي ميسي غيدي مليار ولد الشعب راه كيحفر في القوادس شهر كامل كياخد 2000 درهم 2000 درهم شنو غيدير بها عنده كرا عنده الضو عنده مصاريف أقسم بالله أنا 2016 مشي لدارنا وتسول أمك الدري زوين دابا نتعرى لك ما تعرفنيش وشكون سبابي من غير البلاد أقسم بالله كنموت على بلادي وما كنحملش اللي صايقينا ما نقولش البلاد غادا في الخسران البلاد مشات في الخسران وهادشي راه باين حنا بغينا نديرو شي تاويل الدري صغير غتلقاه مبلي وما تسولوش علاش سول راسك انت كاين فرق ما بين ولاد الشعب وما بين ولاد الفشوش وكاين فرق كبير داكشي اللي كبر فيهم زرعوهم في ولادهم وكلشي شفاره هما كيبيعوا الحشيش وداكشي كيبيعوه لبرا حتى حنا كنبيعوا الحشيش كنبيعوا لولاد الشعب ملي حنا بغيتو باش نتقرقبوا داكشي ملي كيدخل ملي كيدخل فين هي لامارين فين هما العسكر فين هما البوليس ملي كيجي داكشي انا ما غنتقرقبش سد لي الحدود داكشي انا كنشوف في الدرب عايش بيه كنفيق كنلقى الدري صغير هاز دوك كنحيدو ليه كنكميش انا كنلقى راسي انا بغيت فهم شي بزاف د الحوايج بحال رشيد شو كيجيب شي ناس فهمتي انا باش يجيب ولاد الشعب يدوا على البلاد بحال دابا جايب البيك باش البيك باش شرف هاد البلاد عايش به خير عنده فيلا عنده مجوج ولادو به خير عايشوا بشي واحد اللي فقير واش نديرو فيديو واش نسوهو واحد السيده نديرو لها فيديو حق جيو تعاونوا معاه لا هادشي خاصو يكون بلا ما نديرو لها فيديو هادشي خاصو يكون في هاد البلاد انا دابا امي مريضه واش ندير فيديو ما غرداش نشوه امي لا انا خدام دابا باش نتقاتل صابر للدل والحقره وبزاف ديال الحوايج لا فيما بيع الحرام ولكن بغيت نوكل امي الحرام انا اش غنقول لك اكس وان ان وان ولد الناس دار واحد الحاجه اللي هي زوينه سر واحد الدريه وخا يستر اللي سترتي خاصك تبقى بينك وبينا وعلى نيبه راه نيبه كي بالنسبه لي كيبيا طالقه وداك الشيء راه طالقه راه عطاش وراه هو دابا بخير اخويا الدراري والدريات ما كايناش الثقه اقسم بالله انا دوزت مع دري 3 سنين ما خليتش ما درتش على قبلها بغيت او شمت سميتها بزاف ديال الحوايج غتشوف المهمي راه عارفه راسها دوزت معها 3 سنين وفي الاخر ما صدقاتش مشيت بغيت نخطبها باها قلنا صافي جيو مرحبا بكم في حال هكا صافي ناض واحد الصداع عرفني بينه وبينه بغينا نخطبوا صافي قال الوالده عيط لها قال لها بلا ما تجيو تخطبوا نتوما كارين في السطح وعايشين فقاره صافي الدريه دخلوا صحاباش هذاك ما عندك ما ديري بيه وشو كيدير وهادي عرفوا على دري اخر كتمشي لفرنسا هي مشات وانا جيت بحالي واخا واش مسميته وبزاف ديال الحوايج المهم ربي كبير بالنسبه للمسؤولين العثماني وداك الشيء حنا ما محتاجين تخرجنا سفاره ولا حنا محتاجينك دير شي حاجه فين يخدم الشعب وتحيدوا البليه من هاد البلاد انا واحد من دوك المبليين بغينا هادشي تقطع
راه ماشي حنا اللي غنقاطعوا، راه نتوما اللي غتقاطعوا. داك الشيء راه كيدخل كوطربون من الجزائر، يعني كون ما كانش داك الشيء كتخلي نتوما يدخل، حنا ما نديروش هاد ليكسطا والدومين وهادشي راه عايشين فيه حنا. دابا اللي مدرت داك الشيء انا كاع ما كان هنا واخا دابا داوي ساحه، ولكن داك الشيء خاصني ضروري نديرو، حيت شي حوايج لبقيت ساحي غندير شي حاجه في راس. عندي امي مريضه، انا ما خاصنيش نشوف امي مريضه انا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.